مشاهدينا الافاضل، مرحبا بكم في اطار تغطيتنا لفعاليات الدورة 27 لمعرض الدولي للنشر والكتاب بالعاصمة المغربية الرباط. يسعدنا أن نستضيف في هذا اللقاء الخاص الكاتبة والإعلامية والسياسية الأستاذة بديعة الراضي، التي وقعت كتابها في عمق الشرق والذي صدر قبل جائحة كورونا، وشيئا له أن يوقع في هذا المعرض الدولي للكتاب. أستاذة بديعة، مرحبا بك على قناة المغاربية. بداية، هنيئا لكم على حفل توقيع كتابكم هذا في عمق الشرق والذي لقي إقبالا كبيرا من طرف الزائرين. في بداية هذا اللقاء، لو تحدثين بشكل عام عن هذا المعرض الدولي للكتاب والنشر بالمغرب، والذي غيب سنتين بسبب جائحة كورونا وانتقل من الدار البيضاء إلى مدينة الرباط. المعرض الدولي، قبل أن نتحدث عن المكان، المعرض الدولي للنشر والكتاب هو لحظة فرح ولحظة قراءة ولحظة قراء ولحظة كاتب كذلك، ولحظة دفاع عن الفكر وعن الثقافة وعن المعرفة وعن العلم، لحظة نملكها جميعا ككتاب، كقراء، كشركاء، كقائمين عن هذا الصرح الجميل، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام، أقصد وزارة الثقافة، أو تعلق الأمر بالقطاع الخاص، أقصد هنا الناشرين ومختلف الشركاء في صناعة الكتاب. معرض هذه السنة الذي انتقل من الدار البيضاء إلى الرباط، رغم كل ما قيل عن هذا التنقل، ولكنه معرض في المغرب، سيظل هذا المعرض وإن انتقل جهويا بين 12 جهة، وهذا ما نتمناه، سيظل معرض الكتاب ودورة المغرب. ليس اختبارا لذكائكم، أنتم تعرفون بأن هناك أزمنة محددة في المنظومة الدولية للمعارض. كان هذا المعرض ينظم قبلا في شهر 2 فبراير، وكان هو الموعد المخصص للمغربي كي يحمل هذا الفضاء، كل هذا البهاء، بحضور بطبيعة الحال ناشرين وصناع الكتاب من داخل الوطني ومن خارجه. لكن زمن كورونا قلب كل الموازين، حتى ساحات أخرى عرفت يعني إما أنها لم تنظم المعارض أو أن المعرض انتقل من زمن إلى آخر. لحسن المغرب بطبيعة الحال أنه وجد زمنا في ماي، وهذا الزمن أنا أعتبره أحسن من الزمن الماضي، لأنه أولا زمن صيفي وزمن يعني بإمكان يعني الزوار أن يتنقلوا بسهولة، لأن يعني رغم كل الحرارة، فأعتقد بأنه عندما يكون الجو يعني شتاء فالكتب هي معرضة للتلف، وكذلك يعني أشياء كثيرة يغيرها الزمن الطبيعي. ولهذا إذا سألتني عن هذه الدورة فأقول لك أنها دورة جميلة يعني، ولكن تلتمس مستقبلا أفضل، تلتمس مستقبلا أفضل، لأن الأروقة كانت متنفس كبير للزيارة. الكتاب كانوا حاضرين يعني بقوة من مختلف المشارب بطبيعة الحال. هناك يعني توجه نحو الصناعة الثقافية، نحو الخروج من حلة إلى حلة أخرى، ولكن حتى تلك الحلة الماضية يجب أن نحتفظ ببعض الأشياء فيها. ولهذا أقول بأن يجب أن نعيد النظر في حضور المثقف وحضور الكاتب، وأن نوفر له جميع الشروط كي يكون حاضرا. نعم، سنأتي لأن هذا عرس الكاتب قبل صانع الكتاب. أستاذة بديعة، سننتقل من الإطار العام للمعرض إلى الإطار الخاص.
في هذه المقابلة وفي هذا اللقاء الخاص. أستاذة بديعة الراضي سياسية إعلامية كاتبة مسرحية، كيف استطعت أن تجمعي بين كل هذه الأجناس الإبداعية في شخص امرأة واحدة؟ أنا سأقول العكس، يعني هي الأجناس التي حجت إلى ديني. المسألة ليست اختيار. أحيانا يعني مجيء المخاض ليس بموعد، مجيء المخاض يأتي كحالة نفسية ومجتمعية كذلك، وكرغبة وكمعرفة وكقدرة على الكتابة. وأنا أتنقل بين هذه الأجناس الأدبية لأنني أعتبر كل جنس أدبي هو متنفس لجنس أدبي آخر. المسرح هو متنفس للرواية والشعر، والرواية والشعر هي متنفس للمسرح. والكتاب الذي أمامك هو في عمق الشرق ينتمي إلى جنس آخر وهو أدب الرحلة. هو آخر كتاب لك؟ لا ليس في آخر كتاب، هو كتاب تقريبا يعني أصدرته تزامنا مع روايتي حافية القدمين، ولكن في عمق الشرق ظل معلقا في ذهني لأنه ينقل تجربتين اثنتين، تجربتي كصحفية متتبعة ومتنقلة في الكثير من دول العالم، وتجربتي كمتخرجة من الجامعة متخصصة في النغاتولوجي الذي هو السرد، وكاتبة روائية بطبيعة الحال ومسرحية. هذا أدب الرحلة حاولت أن أجمع فيه هذا الكل لكي أخرج في عمق الشرق، لكن في عمق الشرق السؤال السياسي حاضر فيه، لا أقول سؤال حزبي ولو أن سؤال حزبي هو جزء من هذا السؤال السياسي، ولكن هناك فضاء أرحب لهذا العامل السياسي الذي كان حاضرا بقوة وأغنى هذه الأجناس التي نعتبرها أجناسا أدبية. هل يمكن أن نقول بأن السياسي أثر في الثقافي أم الثقافي هو الذي أثر في السياسي؟ أنا منذ بدايتي في الكتابة أعتبر بأن السؤال الثقافي هو الأشمل. لا يمكن أن تمارس السياسة في غياب المعرفة الثقافية. لا يمكنك أن تترافع في برلمان وأنت لا تقرأ الرواية. لا أقول تكتبها لأن الكتابة هذه يعني شيء آخر، ولكن لا يمكن أن تكون وزيرا للثقافة دون أن تكون عالما وعارفا بخبايا الثقافة، لأن الثقافة هي التي تصنع خرائط السياسة. وهل البرلمان المغربي الحالي يعكس هذا التوجه الذي تقولين؟ البرلمان لأنه يحكمه القوانين، يعني ليس بوابة للمثقفين والمفكرين فقط. القانون يكفل للجميع أن يمثل الأمة، يعني المثقف هو الذي يجد صعوبة للولوج إلى البرلمان. ولهذا فنحن نتمنى أن يخلق قانون معين أو يعني قانون إطار معين يتيح فرصة للمفكر كي يتواجد في البرلمان من أي بوابة كانت، سواء بوابة البحث العلمي والمعرفي أو من بوابة تمثيلية الشعب. أستاذة بديعة، أنت لا تنشطين فقط على المستوى الوطني المحلي المغربي، ولكن تنشطين أيضا على المستوى المغاربي وعلى المستوى العربي يعني والإفريقي بطبيعة الحال. إلى أي حد وإلى أي بعد يمكن أن نتحدث عن العلاقات البينية المغاربية والعربية والإفريقية في المجال الثقافي؟ رغم كل المشاكل، رغم كل التعقيدات، هذا الشمال وإفريقيا يجمعنا. قدرنا أن نكون جيرانا لبعضنا البعض، ومن واجبنا أن نجتهد للمستقبل لأن التاريخ لا يرحل. غدا لا يمكن أن نبني أسوارا مع بعضنا البعض لأننا نحتاج إلى بعضنا البعض. اليوم العالم يتحدث عن المحيطات الإقليمية والجهوية، ويتحدث عن تكتلات، ويتحدث عن التنمية ومن بينها التنمية الثقافية. كيف سنمارس كل هذا الكل وهذا الجمال
وهذا المبتغى، ونحن نبني أسوارا بيننا. ولهذا أتمنى أن تكون كل التعقيدات هي تعقيدات مرحلية، وأنا أعتبر بأن التعقيدات مرحلية، لأن العقول التي تفكر اليوم أن تكون الند للند إلى جانب القارات المجاورة تفرض علينا ذلك. ولهذا يجب أن نفكر في الغد بخروج من دواتنا، بخروج من نرج جنسيتنا. وأنا يعني لم في هذا الجانب أن يعني أهدي باقة وردي لبلدي، ولكن بلدي المغرب استراتيجي في هذه المسألة، وقد عمل كل ما بفسعي ولا زال يمد الجسر بين كافة الأشقاء وبين كافة الشركاء في هذه القارة الجميلة. لا أقول شمال إفريقيا فقط، غدا هناك شمال إفريقيا ووسط إفريقيا وجنوب إفريقيا، وكل تكتلات محتاجة إلى بعضها البعض. أنت ترى مسألة الغاز ماذا وقع، وأنت ترى المياه الجوفية ماذا سيقع غدا، وأنت ترى عملية المناخ ماذا سيقع. هذه القارة محتاجة إلى كل دولها وكل أبنائها، ولهذا يجب أن نفكر بعقلية التضامن، وأن نفكر بعقلية التعاون، وأن لا نفكر بعقلية الإقصاء، ولا نفكر بزرع المشاكل الصغيرة بيننا، بل يجب أن نفتح الباب لبعضنا البعض من أجل شعوبنا للتوجه إلى المستقبل، كي نبني عالما قويا إفريقيا، شمال إفريقيا أو وسطها أو جنوبها، يعني مواجه جنوبيا مواجها لكافة التحديات ومتضامنا حتى مع القارات الأخرى شمال جنوب. هذا التفكير الإيجابي الأستاذة بديعة الراضي الذي تبناه العديد من المثقفين في شمال إفريقيا وفي إفريقيا عموما ربما يصطدم بواقع سياسي، فالمثقف مهما بلغت آماله وأحلامه فإنه لا يمكن أن يحقق هذا الطموح إلا بتوافق سياسي وبدعم سياسي من طرف السياسيين في هذه القارة. أنا أتفق معك، ولكن ممكن أنه في المنظومات اليوم التكتلية التي تعتمد الاقتصاد والتنمية، وأن تشكل فضاء رحبا لإدماج العمل الثقافي، وعندما أقول العمل الثقافي فأقول العلمي والمعرفي. من يفكر ليس كمن لا يفكر، ولهذا فالاقتصاد والثقافة عاملان أساسيان محتاجان إلى بعضهما البعض، لأن الاقتصاد لا يمكن أن يشتغل في فضاء غير مرتب، ومن يستطيع أن يرتب الفضاء هو المفكر، والمفكر موجود في السياسة كذلك، لأن حتى المنظمات التي تشتغل بالعامل السياسي فقط من يشتغل فيها إضافة إلى عامة السياسيين، من يشتغل فيها هو المفكر السياسي، وهو الذي يضع الأجندات، وهو الذي يضع الخرائط، وهو الذي يترافع من أجل تكتل مبني على التضامن كما قلت، وعلى التعاون، ومبني على الاستراتيجيات، ومبني على التوجه للمستقبل. بالحديث عن هذه التكتلات التي تتحدثين عنها الأستاذة بديعة، هل هناك أنتم كمثقفون لديكم تحركات عملية من أجل خلق تكتلات سواء على المستوى المغاربي أو على مستوى شمال إفريقيا أو في عمق إفريقيا ككل؟ ونحن نعلم بأن العمق الإفريقي الآن أصبح يشكل يعني امتدادا طبيعيا لدول شمال إفريقيا. ليس بالنسبة لنا فقط كمثقفين، بل حتى السياسي يسعى إلى ذلك. في المغرب مثلا أتحدث عن بلدي، هناك تحركات كبرى بخصوص ما يقدم عليه السياسي اليوم، خصوصا السياسي الذي في برنامجه هذا العام التكتلي، سواء جنوب جنوب أو جنوب شرق أو شرق شمال إلى غير ذلك في هذه القارة، هناك تحرك. لا يمكن أن نقول أن لا شيء في هذا المجال، ولكن هناك تعقيدات وهناك صعوبات طبيعية. هل أنتم كمثقفون هل عندكم مثلا تأسيس رابطات في شمال إفريقيا؟ نعم، إذا أردت أن أتحدث من موقعي كرئيسة رابطة كاتبة المغرب، نعم. أقول لك بأن بالأمس فقط أسسنا اللجنة التحضيرية لرابطة الكاتبات الإفريقيات، وهذه اللجنة بطبع ستشتغل لجمع كافة الدول الإفريقية دون إقصاء من تملك الشرعية بطبيعة الحال، لأن هناك دول لا تملك الشرعية. لا أريد أن أتحدث هنا بعقل صغير عن بعض الفتيل الذي يزرع هنا وهناك،
أنا أتحدث عن الدول التي لها الشرعية والمعترف بها دوليا، هي دولة قادرة، وأتحدث هنا عن بلدي. أقول بأن المغرب موقع استراتيجي في بناء هذه الإفريقية التي نريد، موقع استراتيجي بكافة المواصفات، المواصفات الإقليمية والجهوية والدولية، والمغرب رائد في هذا الاتجاه. ولكن المغرب محتاج كذلك إلى باقي الدول الإفريقية كي ترفع من مستوى الخطاب. وكينا هناك دول، لا نتهم الجميع، هناك دول واعية، إفريقية واعية بهذا التوجه وتشتغل فيه، ولكن عندما تجد هناك عوائق فالزمن لا يرحم، لأن من يدخل في الضيق يضيع الزمن، وهدر الزمن صعب في البناء، لأن المشاكل التي تقع ينبغي أن نؤسس لها قبل. اليوم مثلا كما قلت الغاز وقع، فلم نؤسس لذلك قبل. غدا المياه يقع المشكل، لم نؤسس خرائط ما قبل. ولهذا على العقول التي تتبوأ الأنظمة في هذه الإفريقية الجميلة أن ترفع المستوى وأن تكون في حجم التحديات التي نواجهها جميعا. المغرب فتح يده، المغرب اليوم بطبيعة الحال يعمل المستحيل من أجل أن يصدر كل تجاربه نحو هذا الجنوب جنوب، ولكن المغرب وحده، يد واحدة لا تصفق، ينبغي أن يكون هناك تعاون، وينبغي أن نرفع مستوى خطابنا ومستوى تحركاتنا نحو هذا الاتحاد الذي نريده أن يكون اتحادا فاعلا واتحادا منتجا واتحادا يبني لمستقبل أبنائنا وبناتنا، كي تكون إفريقيا غدا بإمكانيتها قادرة أن تحقق هذا الاكتفاء الذاتي على الأقل. نعم، خاصة ونحن نشاهد بأنه حضور إفريقي وازن في دورة هذا العام. هذه من بين الإشارات، سامحني زميلي، هذه بل بالإشارات القوية. المغرب اليوم جعل دورة هذا المعرض لاستضافة إفريقيا، وجعل دورات أخرى في الاقتصاد وفي التنمية، ودائما إفريقيا موجودة في المغرب، ودائما هناك تحرك كبير، هناك أشياء نراها ينقلها الإعلام، وهناك مجهود كبير تقوم به الدولة المغربية. على الآخرين أن يلتقطوا الإشارة، خصوصا هؤلاء الذين يخلقون العوائق. زمن الزعامة انتهى، زمن الإيديولوجيا انتهى، اليوم زمن حاجة إلى بعضنا البعض، ينبغي أن نطوي صفحة من أجل التوجه لصفحة أخرى، لأن هذا الزمن مليء بالتحديات لن يرحمنا. هناك التحدي الطبيعي ديال المناخ، هناك كما قلت لك التحدي ديال الجفاف، هناك تحديات الفقر، هناك تحدي الصحة، هناك تحدي التعليم. المغرب لا يمكن أن يمشي وحده، كما أن دول أخرى لا يمكن أن تمشي، خصوصا أن إذا قلنا بأن دول أخرى لا تفكر، هي تعتبر المغرب موقع استراتيجي للمرور إلى هذه الإفريقية، ولكن على الآخرين أن يعتبروا بأن إفريقيا ككل هي سفينة واحدة ستحمل جميع الأفارقة إلى بر الأمان، في الأمن، في الأمان، في التغذية، في كل شيء، في التعليم، في الصحة. إذا فكرنا بهذا المنطق فإننا سننجح، أما إذا فكرنا بمنطق الإقصاء فسنظل نستنجد بدول أخرى في الغداء، ولعل الدول أخرى تقول لنا اليوم أنا فقط لدي اكتفاء ذاتي لدولتي ولقارتي. بالحديث عن الجانب بالحديث دائما أستاذ بديع الراضي عن الجانب الثقافي، الكل يلاحظ بأن هناك تدني في المقروئية، سواء على المستوى الإعلامي أو حتى على مستوى الكتاب. الآن أصبح الكتاب يقرأ في اللوحات الإلكترونية وفي الهواتف الذكية، وأصبح الأطفال جليسهم هو الهاتف وليس الكتاب. أنتم كمثقفون، ما هي الرسالة التي يمكن أن توجهوها للآباء وللمدرسين وللمثقفين ولصناع القرار من أجل أن يعاد للكتاب هيبته وأن يعاد للكتاب قيمته التاريخية؟ شكرا زميلي، أنا أعتبر هذا السؤال هام جدا، وهو السؤال الحارق الذي يواجهنا في العالم الرقمي. اليوم هناك تحديات، حتى العالم الرقمي عالم جميل جدا، ويمكن أن نستغله في القراءة وفي النهوض بزمن القراءة، ولكن نحن لسنا متخوفين ككتاب وككاتبات، لأننا نشتغل على هذا الرقم. لكن الكتاب يجب أن يفرض نفسه ويظل حيا،
لكي يظل هذا الكتاب حيا يجب أن تكون هناك استراتيجيات جديدة. زمن كورونا لم يسح هذه الإمكانية، ولكن ندعو جميع المؤسسات القائمة على ذلك من حكومية، من قطاع خاص، من منظمات، أن تشتغل جنبا إلى جنب من أجل وضع استراتيجية جديدة كي يظل الكتاب حاضرا وكي يكون وجوده في العالم الرقمي دعم لوجوده في العالم الورقي. دعم الكتاب وانتشاره وشيوعه لا يمكن أن يتأتى إلا بأن يقوم الإعلام بدوره للترويج للإصدارات الجديدة، لكن نلاحظ على المستوى الإعلام العربي ربما بأن هناك فقر على المستوى البرامج الثقافية والبرامج الترويجية للكتب إلا ما نظر، نحن لا نعمم، ولكن نقول بأنه بالمقارنة مع ما كانت تشهده سنوات الثمانينات والسبعينات كان هناك حضور قوي للجانب الثقافي في الإعلام، خاصة الإعلام العمومي. الآن أصبح الإعلام العمومي يتوارى شيئا ما شيئا إلى الوراء ولا يولي اهتماما كبيرا للجانب الثقافي. وأنت كإعلامية أيضا تنشطين في الإعلام، كيف تنظرين إلى هذا الجانب؟ أنا أعتذر، لن أجيبك عن الشق الخاص بالإعلام العمومي لأنني كعضو نتحدث عن إعلام بشكل عام. هناك ناطقة رسمية باسم هذه الهيئة السورية، ممكن أن توجه إليها وتجيبك. الإعلام العمومي لن أجيبك، لكن الشق الآخر للإعلام بصفة عامة فأنا أتفق معك، هناك خصاص ينبغي أن يلج الإعلام الثقافي، لن يستطيع أي صحفي أن يقوم به. الإعلام الثقافي يحتاج إلى إعلام مثقف، ولهذا على المؤسسات المعنية بطبيعة الحال أن تقوم بمجهود من أجل تقريب الثقافة بالإعلام، وهذه هو الاستراتيجية التي أشرت لك فيها إلى ضرورة وضع مخطط جديد من أجل تقريب الثقافة للإعلام. أستاذة بديعة الراضي، نعود إليك ككاتبة وكإعلامية وكمسرحية وكمثقفة، ما هو جديد الكاتبة والمثقفة والإعلامية أستاذة بديعة الراضي؟ في عمق الشق وفي طبعته الثانية، يعني كانت الطبعة الأولى وهذه الطبعة الثانية. جديدي هو رواية بيني وبين إستر، فضلت لا تكون في المعرض، يعني أن تكون طباعتها الأولى في المعرض المقبل. هذا تخوف من الكاتب، يعني لأنه يريد من النص الذي كتبه أن يخرج في أحسن حلة، ولهذا فأنا تأنيت بعض الشيء كي تكون بيني وبين إستر رواية الموسم المقبل. بالنسبة لك أستاذة بديعة، من هو الأفضل؟ هل أن تكتب المرأة للرجل أم أن يكتب الرجل للمرأة، أو تكتب المرأة للمرأة أم الرجل للرجل؟ هذا السؤال غير حاضر عندي، فأنا أكتب للإنسان امرأة أو رجل. ولا ألا تعتقدين بأن الرسالة تصل ربما حينما تكون الكاتبة امرأة؟ أتحدث هنا، لا أتحدث عن الكتابة بشكل عام، أتحدث مثلا عن الكتابة المتخصصة، هل كتبت للمرأة مثلا؟ بالنسبة للكتابة النسائية هناك خصوصية المرأة كيف تكتب، ممكن المواضيع التي تطرق إليها، ولكن ليس بهذا الفصل ما بين الرجل والمرأة. الكاتب كاتب أو كاتبة، الإنتاج واحد، ولكن الخصوصية هي تقنية فقط، تقنية تدخل في تقنية الكتابة وفي طريقة الحكي، ولكن الإبداع لا يخضع لهذه الثنائية بين، ممكن السياسة يعني، لكن الإبداع أكبر من كل الأسئلة التي يمكن أن تفرق بين الإنسان والإنسانة، لأن الإبداع هو سمو، الإبداع هو ما ينبغي أن يكون، هو فضاء رحب يتسع للجميع. هل في ختام هذا اللقاء الخاص بأستاذة بديعة الراضي، هل أنت متفائلة بمستقبل الثقافة العربية؟ أنا متفائلة بمستقبل الثقافة بصفة عامة، لأننا غدا وأنا في عمق الشرق كتبت عن الصين يعني وعن المرأة الصينية وعن المجتمع الصيني، فالثقافة لا يمكن أن تكون عربية أو فرنسية أو إنجليزية، الثقافة هي كونية، والثقافة هي غذاء الروح، والثقافة غدا هي صناعة هذا الغداء كي يكون في حلة جميلة ورائعة ومتواصلة مع كل إنسان أينما كان. واليوم لم تعد اللغة عائق،
بل أصبحت اللغة هي بطبيعة الحال تقنية من تقنيات الكتابة، وممكن أنك بالترجمة يمكن أن تصل إلى الجميع، ولهذا فاللغة ليست عائقا. شكرا جزيلا للأستاذة بديعة الراضي على هذه الفرصة وهذا اللقاء الخاص مع قناة المغاربية. أعزائي المشاهدين، أختم هذا اللقاء مع الكاتبة والإعلامية والمسرحية الأستاذة بديعة الراضي بمقتطف من كتابها في عمق الشرق، بداية تساؤل مشروع. الأسئلة التي كانت معلقة في ذهني وأنا أفكر في الذهاب إلى الصين، لم تستبعد البحث عن في كل تلك الصور النمطية التي رسمها التداول الاجتماعي حول هذا البلد المغري بالفعل، ببحث ميداني يعي جيدا محطات تاريخية تراكمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها الصين بلغة الاتفاق حول الذات الجماعية، لتطويرها بعد تحصينها من لغات أو لغة الانخراط في أسئلة المحيطات الإقليمية والدولية، مع غياب عنصر التكافؤ أو لغة الند للند التي ينبغي أن تكون في عالم نريد أن نعنونه بعالم الأنسنة في كونية عادلة ومنصفة ومتضامنة. ألقاكم في لقاء آخر، دمتم بخير والسلام عليكم.